السلام عليكم. في شيء ما تعرفونه عني هو اني لعيبه بلعبه فيفا، لعبه كويس اكثر من الناس ما تتوقع، حتى هزمت مستر فيفا. شوفوا ذا الفيديو. لكن طبعا عندي شيء خلاني لازم ارجع اليوم اتدرب فيفا كويس. السبب ان عندي تحدي يوم الخميس في الرياض مفتوح لكم كلكم جميعا، اي احد يحضر ويهزمني باكبر نتيجه في لعبه فيفا بيكسب ديسكتوب اتش بي اومن، ديسكتوب العاب رهيب من شركه اتش بي. طبعا التحدي مفتوح زي ما قلت في فندق موفنبيك للجميع. عشان استعد لهذا التحدي يبغالي شوي ارجع اتدرب لاني قاطع اللعبه فتره، لكن للاسف ما عندي احد اتدرب معاه الا تبي. طبعا فهد، بس عشان اقول لكم اوريكم فهد ما احب الكوره. محمد ابراهيموفيتش وين يلعب؟ ريال مدريد. صح لك، شفتوا كيف؟ والله فهد ما له دخل بالكوره ابدا، اوكي؟ فالوضع بيكون يعني ما بس في شيء من اني العب ضد فهد، فقررت اسوي شيء رهيب. عشان كذا جابني ذا يتدرب معه. طيب الله، حطيت يا فهد تحديات اوكي او ظروف، قلت العب ضد فهد في ظروف صعبه جدا، أوكي. تخلي المباراه حتى لو انك ما تعرف تلعب فيها تحدي هانديكاب. اي فانت بتمسك هذه الاشياء طيب، وانا بسحب واحد منها كذا بالقرعه عشان اقول، يعني عشان اعطيكم مثال، خليني اقول لكم مثلا اوكي، هذه تقول اني العب ضد فهد ما استخدم الا زر واحد في اللعبه، ريناول باللي شوت يمكن، ما ادري، عرفت كيف؟ طيب. فالمهم ان التحدي صعب زي كذا، خلونا نشوف وش اللي بختاره. هذه زينه. وش التحدي اللي بيكون بيني وبين فهد، وهل اقدر افوز عليه ولا لا؟ خلنا نخلطهم شوي. مو مشكله، بسيطه. لا طاحت اللي ناول. عادي عادي. زينه اللي ناول. اوكي. العب ضدك وانا قاعد في اخر الغرفه. تلفزيون صغير محمد، معليش خلنا نشوف شو يصير. وعشان اعطي فهد بونس، ايوه بختار فريق اضعف منك بكثير، وخلنا نشوف ايش يصير. طب انا من اختار؟ انا معك الفرق ترى، مين اختار؟ اختار اقوى فريق، اختار فريق ابراهيموفيتش ريال مدريد. ممتاز. ما عمري ابراهيموفيتش، ابي اليوفي، حب اليوفي يعني. خلاص اليوفي خذيه عشان السوبر. نشوف ايش يصير. يلا طبعا الحين نبدا بنختار افريقيا. فهد قاعد عند التلفزيون المدلع، وانا هنا في اخر الغرفه قاعد لحالي مسكين، طبعا اشوف الفرق على الاقل. طيب فهد روح اختار فريقك. يلا اليوفي. اليوفي اي دوله؟ ما اعرف وين. ايطاليا. صعبوها يا اخي. وانا بختار الاتفاق. اها اليوفي. ايه اتفاق. اتفاق عظيم، نجمه ونص، يقنع نفسه. طيب انا بلبس احمر. يلا انت البس ابيض. ابيض اسود. ابي احمر. اي هذا لا لبس الاصفر. لا لبس العادي. يلا ايه المجدوع عليك محمد. تبي تسوي خطة؟ تعرف مين لاعبينك؟ بدينا بس بدينا. هذا وجه خطة؟ بدينا. ما اشوف ايش هذا؟ لحظة ليش تبدأ من دوني؟ أنا ويني؟ أبي نظاراتي. هذا تدريب فهد، تدريب. بس لا تخاف ما بدنا شيء. يا سلام، ملعب مليان طبعا. ما في معلق عربي. جمهور الاتفاق ذا كله. تصوير ما بدك تحطه من بعيد حقهم هذا التصوير. انا بدي يلا اشوف لعيبتي من هنا، تبي احطه من بعيد؟ هذا هو اشوف نقط في الشاشه. لا ويهتمون بالجرافكس، والله جرافكس الكوره فيه جديد، وحاطين فيه الفوكس انجن ما ادري ايش والاشياء هذه، ومن هناك تصوير طياره يصورون. ايش قاعد تضغط يا ولد؟ يا ولد رفعه. يا ساتر. لحظه مربع شوت ما ادري اكس شوت. اكسر. الله طلع. حلو. كفو. يلا فهد دربني. فهد وراي تحدي صعب. ها كسروه. ايوه لا يدخل، لا يدخل. اتفاق ذا ما عنده سالفه، لا يدخل. كفو كفو طلع. والله ضغط عليك يا فهد صراحه. حمد وين يناول؟ ها وين يناول؟ اكس 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 بلاي ستيشن ولا اكس هنا؟ لا لا اكس بلاي ستيشن يعني. هنا اي. انا خلاص ما عاد اسميه الاكس. طيب شو يرقص ذا؟ حارس؟ لا كفو كفو حارس. لا كفو يا حارس السوبرمان. ودي اعلق بس ما اقدر اشوف مين اللاعبين اصلا اللي قاعد العب فيهم. ما انا ما ادري ليش ارفع، ينقال بيطقونها راس يعني لعيبته. حط صوت ترى كابتن ماجد يا اخي اجيب جول. يا اخي فهد، فهد تعرف اذا انت وصلت قريب من منطقه جزائي بس اضغط مربع، في امل كبير انها تدخل جول يعني. مربع يشوت؟ اي مربع يشوت. لا انت عندك دائره انت. اي صح.
انت حكم الكلاسيك. والله خاف جد فيني، شوف قاعد يعني غير اني انا جايب فيني العيد برضه قاعد يغير بالايادي تحكمي. والله تعرف تقطع. ايش سوى ذا؟ روح روح بفصل مدرب روح يصير روح. والله جبت فكره. يا سلام. لا برا. وش ذا الحارس ذا؟ هذا سوبرمان ما جايبه فراغ. انا ما اعرف الكره وين طلعت. اوكي. اي ودي اجيب جول عناد في محمد بس كذا. يا سلام سوبرمان حقي. هاي لا تخلي تقدم كسار. ان شاء الله نسوي شيء زين بالشوط الثاني. والله لا بس يجي منك شويه فهد. الحمد لله الحمد لله. يلا هذا انا. اوه اوكي نسيت اسم لون فريقي مو مشكله. اللعبة من كثر ما تعبني انوب قاعد تعطيني ارشادات اسويها. انت مشغل التوتوريال او شيء زي كذا. اي والله يعلمك شو تسوي. مو كذا يا لعبه مو كذا قلنا اوكي بس عيب يعني في مشاهدين يطلعوني بين حطهم امال الناس كثار. اتفاق يلعب مباراه عظيمه ضد الفريق الغش فريق الحكام. يا هطف يا تحت تحت وين وين ما في احد هناك. حمد لو تحط ان انا يفوزون علي الناس فلست اتش بي تخلص الشبات. هو التحدي بيني وبينهم ان شاء الله يوم الخميس في الرياض اوكي فندق موفنبيك. ايه ان اللي يفوز علي باكبر نتيجه ومو بس انا بكون بلعب بيكون معي احمد بن محفوظ. لا انا لو تخليهم فوزوا فهد حتى ما في امل يقدر يفوزوني حتى بقول ما عارف اجيب. باقي نشك حارسك هذا بوفون اللي نشب لنا جامد خلاص معتمد عليه سوي مختار من فراغ. انا يا ولد ايش قاعد اسوي؟ قاعد يرقص. كيف قاعد يرقص ذا؟ ايش قاعد اسوي انا؟ ناول. يجي بجول طيب بس ترقص لي. يا ولد. ليش؟ ليش؟ انا اسف فهد بس بشغل ضدك الالترا اتاكينج. محمد انت راعيكم صحارى النت. الترا اتاكينج. احنا راعينا فوكس واجن ما ادري وش شيء كذا. جيب جيب. وين لعيبتي؟ ها؟ اي احد يجي؟ ما في وين وين الكوره اصلا؟ جزاء ما تتناول ذا. كيف كذا مغرد انت اللي جنب الشاشه مو بنا عشان تسال الكوره. ها ها وخر وخر اتفاقي ما عندك سالفه انت وخر. ها لا تغلط على اتفاق. والله عندك ترقيع وخر. يا سلام شوف. اوه يا سلام كبير يا مدري مين مين اللاعب كوفي. يس لوفي كوفي. كوفي كوفي. يا سلام شفت السوبرمان حقك هطف يا اخي بخصم الراتب عشان يعرف مكانه. اوري انا الحين ندافع. لا ايوه روح روح اسبقهم قحصهم. لا حارس ايه بسقطهم بالاتفاق. يا سلام فوق بوفون والله يحسبني هطف هو مو لهالدرجه. هاي وشو خلصت؟ ها ها اليوفي اسأروا لي خلاص اتوقع اني جاهز للبطوله الان. ما احب كوره انا اصلا محمد غصبني يعني. تعال تعال فايتنج جيم تعال ست فايتر انا وياك محمد تعال ست فايتر. اللي يبغى يهزمني فيفا واللي يبغى اللابتوب اكبر نتيجه تهزمني. طيب تعالوا الرياض فندق موفنبيك من 4 الى 10 العصر من 10 العصر من 4 الى 10 الليل يوم الخميس هذا ونشوفكم ان شاء الله باذن الله. مبسوط 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 مبسوط.